أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن كيف أن مواقع الإنترنت تجعل حواسبنا تنجم العملات الرقمية بدون علمنا، وذلك لصالح أشخاص أخرى. سوف نتحدث عن هذا الموضوع ونحلل جميع ملابساته وكيفية تفادي ذلك ومعالجة هذا الأمر. أولا وقبل كل شيء، يجب معرفة ما هو تنجيم العملة الرقمية. تنجيم العملة الرقمية هو إعطاء طاقة حاسوبية إلى نظام مالي رقمي كذلك من أجل صناعة أو خلق العملة الرقمية حماية العمليات المالية من بيع وشراء بواسطتها. وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون في تنجيم العملات يتم الدفع لهم بنفس العملة. هذا القطاع لقي انتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة، وذلك لما خلفه من ارتفاع في مكونات الحواسب خاصة بطاقات الرسومات نتيجة ارتفاع قيمة العملات الرقمية في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى إنقاصها أو اختفائها في بعض الأحيان. إذن كيف يمكن جعل حواسب الآخرين تنجم العملة دون علمهم؟ علما أن التنجيم بالحاسوب الشخصي ليس بالشيء المربح، نظرا لأن فاتورة الكهرباء ستكون أكبر مما ربحناه منها. لذلك فالأشخاص العاملين في هذا القطاع يخصصون أماكن تسمى حتى بالإسطبلات، وذلك لشساعتها وطريقة التهوية الخاصة التي تتطلبها، لأن العدد الهائل من بطاقات الرسومات يولد حرارة كبيرة. لذلك نجد دول شرق أوروبا وروسيا الباردة هم من الدول الرائدة في هذا القطاع. ولزيادة الربح يقوم المختصين فيه ببرمجة البطاقات بإعدادات خاصة تمكن من زيادة قدرتها وسرعتها، لكن باستهلاك كهربائي قليل. إذن كيف بدأت هذه الفكرة؟ في مايو 2017 طرح مجموعة من الهاكرز سؤال كيفية جعل العدد الهائل من الحواسب التي لا زالت تستعمل ويندوز 7 السهل تلاعب به أن تنجم العملات الرقمية وإن كان للحظات. ولأجل ذلك اخترعت العملة الرقمية مونيرو من خلال كريبتونايت، الذي يعطي ميزة خاصة لها بحيث يجعل غير قابلة للتعقب لا عند صنعها ولا عند التعامل بها. إذن كيف يمكن جعل حاسوب شخصي ينجم العملة الرقمية بدون علم صاحبه؟ فعندما ندخل إلى بعض المواقع يبطئ الحاسوب فترتفع سرعة المعالج أو بطاقة الصورة أو كلاهما معا، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة جهازنا وكذا الطاقة المستهلكة. وذلك لأن هذه المواقع قد قامت بتنزيل برنامج مالوير أو سكريبت، أي أوامر تنفذ فور دخول إلى الصفحة وتقوم بالتحكم في الحاسوب وجعله يخصص كل طاقته الحاسوبية من أجل التنجيم لهؤلاء الأشخاص. وليتأكد علينا الذهاب إلى قائمة الإعدادات في ويندوز، حيث يمكن معرفة مردودية مكونات الحاسوب والبحث عن إحصائية المعالج أو بطاقة الرسومات ورؤية إن كانت السرعة عادية أو مرتفعة كما نرى في هذا المثال. إذن من هي المواقع المسؤولة عن هذا أو المصابة؟ 48% من هذه المواقع هي إباحية، فإذا كنت من الأشخاص الزائرين لها فهناك احتمال 100% أن حاسوبك مصاب. فحتى جوجل كانت لها تجربة مع هذا المشكل، حيث تمكن بعض الهاكرز من وضع هذا المالوير في الإشهارات في اليوتيوب، فبينما تشاهد الإشهار حاسوبك ينجم. فمواقع كثيرة ذات زيارات دائمة ومتزايدة كل يوم تعمل منذ مدة بهذه الطريقة، بل إن إحداها أكثر شفافية، تحذرك عند الدخول وتعطيك إمكانية اختيار إشهارات أو تنجيم من أجل الاستعمال المجاني للموقع. فمثلا مواقع للأفلام يمكنها ضمان ساعة ونصف من التنجيم المجاني بينما تشاهد الأفلام. ولأجل معرفة هل المواقع الإلكترونية التي نرتادها عادة مصابة أو تعمل بهذه الطريقة، فما علينا إلا الذهاب إلى الموقع Who's Mining وكتابة عنوان الصفحة. إذن كيف يمكنني تفادي هذا السكريبت أو إزالة هذا المالوير؟ الأصح والأصلح هو عدم زيارة هذه المواقع. إذا كان لابد من ذلك، يمكن استعمال الإضافات إلى متصفح الإنترنت، فمثلا كروم لجوجل لديه ماين بلوك الذي يمكننا من التصفح بطريقة سالمة ومحمية، لكن سلبيته هي إعطاء هذا البرنامج صلاحية الدخول إلى معلوماتك الشخصية والتحكم فيها. وأيضا نجد برامج سايت بلوكر من أجل إيقاف المواقع الدخيلة عند تصفح الإنترنت، لكن كما نعلم أن مواقع الإنترنت معظم داخلها هي من الإشهارات، ومن غير المعقول أن نستعملها مجانيا ولا نسمح لها ببعض الإشهارات في زوايا صفحاتها، إضافة إلى أن سايت بلوكر لا تحمي 100%. كذلك يجدر الإشارة إلى أن المتصفح أوبرا قام بإنزال إضافة من أجل إيقاف التنجيم عند الدخول إلى هذه المواقع. إذن ما هي عواقب هذه الممارسة على حواسبنا؟ العواقب ليست بالحميدة على المدى المتوسط والبعيد، حيث أن مكونات
حاسوبنا يتم جعلها تعمل 100% لمدة طويلة، مما يؤدي إلى تردي في مردوديتها، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء. لكن ماذا لو قلنا أن هناك مواقع تدفع لك مقابل التنجيم بهدايا أو بوكس لوت لألعابك المفضلة كأوفر ووتش، لول أو هاتستون عندما يكون حاسوبك ساكنا؟ نعم، هذه الطريقة موجودة وتسمى جاما، وهي في انتشار كبير. فعلى الأقل هذه المواقع تتعامل مع الأمر بواقعية وشفافية، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فسنجد في المدى المتوسط أو القريب هذه الممارسة تعمم على كل المواقع بدل الإشهار أو كلاهما معا. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة، أرجو أن تكون قد أفادتكم. شاركوا في القناة، دعوا لنا آراءكم ومقترحاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.